الشمام في القائم الثاني. جول جول جول، جيب الجول يا ترجي، جيب الجول يا ترجي. شنو هذا يا ترجي؟ الماكينة الترجية برشا برشا قوية في العاصمة المغربية، جمهورك يغني عليك. جيب التيتر يا ترجي، فوز عينيك كوليبالي. افريقيا يا ناس تعرف سلطانها، مع الترجي ما تحكيش. جمهورك بالالقاب يعيش يا ترجي. كوليبالي على مارتن يهز الدفاعات المغربية في عام المئوية. الترجي يا سادة حاكم حكام القارة الافريقية، انفجار في الشوارع التونسية، في القهاوي التونسية، اللي عنده بالشريفية وشمام صمام الامان ما يسألنيش، اللي عنده الشعلاني وكوبا كوليبالي وكوم نجوم وسط الميدان ما يسألنيش، واللي عنده خط النار بقوة الدمار البدري لوكوزا والبلايلي ما يسألنيش. ببساطة بكل اللغات قارة افريقيا تنحني امام السلطان كما قالوها ناس زمان. نادي وزع كرة بالراس وهدف التعادل، هدف التعادل للوداد المغربي. والترجي مشاهدينا الكرام مرة أخرى يقبل هدف على كرة ثابتة، والله يعني غريبة وعجيبة. الترجي مرة أخرى، وهذا الموسم كم تعددت أهداف ضد الترجي من كرات ثابتة. الإيفواري الشيخ إبراهيم كومارا يعطي هدف التعادل بعشرة لاعبين للوداد، بعشرة لاعبين يعادل الكرة أو أمامنا. يتفوق على فرانكو، يتفوق على لوكوزا، ويغالة معز بن جربية في أجواء هستيرية لوداد الأمة، وتنجلي الغمة ويعادل النتيجة. هدف قاتل، لأنه الترجي كان بإمكانه قتلان المباراة.